اللي يمشي على كورنيش النيل هنا في الأقصر بجوار معبد الأقصر بيلاقي على بعد أمتار من المعبد بيت غامض جداً. البيت دوت شكله قديم قوي ومش مسكون، يا ترى ايه القصة اللي ورا البيت ده؟ بعد البحث اتضح ان البيت ده عمره 123 سنة وصاحبه واحد اسمه توفيق باشا أندراوس. توفيق باشا ده كان واحد من الأثرياء في مصر وكذلك عيلته كانت. توفيق باشا كان مسيحي من إنا. يقال إن توفيق باشا كان شخصية وطنية جداً. يحكى إن كان مرة سعد زغلول في رحلة نيلية للصعيد علشان يكسب الدعم الشعبي من أهل الصعيد، لكن سلطات الاحتلال الإنجليزي كانت بتمنعه إن ينزل من المركب ويخرج للمدن دي، في حين إن توفيق باشا كان بالشجاعة الكافية وبالغنى الكافي إنه يحط راسه كده براس سلطات الاحتلال ويقرر إنه يدخل سعد زغلول لبيته في مظاهرة شعبية الناس كانت بتحيي فيها سعد يحيى سعد، وسعد يقول فيها يحيى توفيق. توفيق باشا ما كانش بس رجل وطني من الدرجة الأولى، ولكنه كمان كان رجل خير جداً، فمثلا خصص 100 فدان لبناء المساجد والكنائس النص بالنص. ومش بس كده، ده كمان كان مهتم بالتعليم، فبنى مدرسة القبطية للبنين هنا عام 1916. توفيق باشا أندراوس كان عنده ابن وثلاث بنات، اتنين منهم ماتوا موتة عادية، اما الاتنين التانيين لودي وصوفي ماتوا في حادث قتل مأساوي داخل بيتهم. الكلام ده كان في يناير 2013، ولغاية دلوقتي غير معروف مين القاتل أو إيه أسباب القتل. تركين بيت ذو قيمة تاريخية كبيرة جداً ومقتنيات أثرية كتيرة بداخله غير معروف مصيرها لغاية دلوقتي.